بونجور مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم، رح نوعدكم مع ايت سمارت واليوم معي رندا فهد. واليوم موضوع كثير مهم بالصيفيه، كيف نتجنب نمرض من الفيروسز، الفود سيفتي وكل هول اللي بدنا نحكي عنه اليوم. صباح الخير. صباح النور ستيفاني، كيفك؟ كثير منيحه. اكيد بنبدا بخبريتك بعدين. مزبوط، رح بلش ذكر المشاهدين تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم بتتابعوني. اليوم خبريتي بتصدق ستيفاني، عم شوف كثير اشخاص، عم شوف كثير رجال بهالايام عنده ورم باجريهم، وهيدا الورم اكيد بيروحوا عند الطبيب وعم يعرف انه ملح. عم يكون مشاكل بالملوحات اللي هو يوريك اسيد اللي عم تؤدي لمرض الجوت اللي هو النقرس. فاذا هيدا الشيء حتى عم نشوفه صاير بكثره قدامنا. وبتعرفي انه بداء النقرس نحن بالعلاج، من احد العلاجات هو الرجيم المضبوط. واذا عن جد شخص اكل الرجيم المضبوط حتى لو كان موجود هيدا الجوت، هو فينا يكون عم يتراجع وبيكون عم يختفي. هلا دراسات جديده انعملت بالحقيقه اكثر من 256 دراسه، وتاخذ فيها اكثر من 13,000 شخص. يعني عم اقول لكم انه هو لعده دراسات، واخذوا كثير عينات من الاشخاص، وكانوا عم يشوفوا هل هو في رجيم اسمه الداش دايت. هيدا الدايت اللي بنقول عنه رجيم اللي هو بنعطيه للاشخاص حتى ما يصير معهم ضغط مرتفع. وكمان عملوا الدراسه تاثير الكيتو دايت على هيدا الموضوع. الملح بيعلي الضغط، الملح بحد ذاته كمان بيعلي الضغط اكيد. فهلا هون لارجع على الملوحات اللي هي الاكلات اللي هي فيها بيورين اللي هي بتعليهم، مثل شو رندا؟ اكثر شيء طبعا مثل ما قلنا تجنب الملح، ولكن اكثر شيء هو اعضاء الحيوان، يعني القصبه واللحم الني وهول الاشياء. وطبعا ما يكتر واحد من اللحم المصنع واللحم الاحمر. هلا لارجع على الداش دايت، تبين انه بهيدا الرجيم اللي هو بيمنع الضغط، هيدا الرجيم اللي هو بيسمح بكثره بالخضره، الفواكه، البقوليات، بيسمح كمان بالحليب ومشتقات الحليب خصوصا القليله الدسم، وهون بقلل من تناول اللحم. فبين انه هالنوع من الرجيم بخلال 28 يوم مع تحديد شوي الكميات الاكل ساعد بكثير انه يكون عم يختفي داء النقرس. شو حلو. فاذا في واحد يستعمل هيدا النوع من الاكل ويكون عم ياكل، هلا ليش عم اقول شوي كميات؟ بس اذا في وزن زائد منيح انه واحد يخفف وزنه. أكيد. اذا ما في وزن زائد ما بنطلع على قديش اكلنا. هلا هون مقارنة بالكيتوجينيك دايت، الكيتوجينيك دايت اللي هو رجيم في كتير دهن ومعتدل بالبروتينات، مش مثل ما العالم بتفكر انه بده ياخذوا كثير بروتين، مزبوط، وقليل كثير بالنشويات. ما كان له تاثير سلبي، لانه في اوقات عالم بتفكر انه له تاثير سلبي، ولكن كمان ما كان له تاثير ايجابي، ما بين ولا سلبي ولا ايجابي بهيدا الموضوع. بخفف اكيد الملح كمان بكل الاحوال، تخفيف الملح. فلارجع بالداش دايت بين انه في ثلاث اسباب ساعدت كثير حتى يروح داء النقرس. اول شيء وجود كثير فيتامين سي بالاكلات، خضره فواكه. ثاني شغله الجلايسيميك اندكس اللي هو كان كثير مدروس وما منه اللي بيعلي السكر بالدم. وثالث شيء وجود الحليب القليل الدسم ومشتقاته، تبين انه هيدا اللي هو واطي بالبيورين كان عم يساعد وعم يحمي ضد النقرس. فاذا هول الاشياء نكون عم نستعملها لنكون عم نحمي حالنا. خبرية حلوة. منتابع، خلينا نشوف كيف نتفادى الأمراض بالصيفية. أمراض يعني مثل الإسهال 100% اللي من القطع من الفيروس، مثل قلت من البكتيريا الأكل. كمان من الأكل. هلأ أول شيء بدي أقوله أنه البكتيريا بتتكاثر بالصيف لأنه هي بتحب هيدي الحرارة، درجات الحرارة بتتكاثر أكثر وقت يكون في رطوبة. فإذا بالصيفية عندنا هالشغلتين فرح يكون في بكتيريا أكثر بطبيعة الحال، رح نلقطا أسرع. ودائما بنعرف أنه الأشخاص اللي هن معرضين أكثر هن أشخاص السخنين، أشخاص اللي بياخذوا أدوية، اللي جسمهم اللي عندهم مناعة واطية، الأولاد الصغار، الختيارية، و الامراه الحامل كمان. هلا
هون نحن حكيت انا كيف بحلقات قبل نحط نستعمل الفريزر بطريقه مضبوطه، حكيت قبل على البراد بالطريقه المضبوطه. هلا اليوم بدي احكي انه شو كمان شو الاشياء المهمه اللي نحن بدنا نعملها بين ايدينا. اهم شيء غسيل الايدين، عن جد بدي ارجع اذكر ستيفاني بغسيل الايدين بالصابون والمي الفاتره، على طول نكون عم نغسل ايدينا، نحن خصوصا اذا عم نطبخ فيهم عم نستعملهم على طول. هيدي شغله. الشغله الثانيه بالتنظيف بدي الفت النظر، طبعا كلنا بنعملها وكلنا بننظف على طول حوالينا نحن وعم نطبخ، هيدي شغله كثير مهمه. ثالث شغله اللي اوقات بشوف كثير ناس بعدهم بيتغاضوا النظر عنا هو بغسيل الفواكه، ما بغسلوا الفواكه المسكره. سو انا هون طلب كثير مهم، بليز غسيل البطيخه قبل ما تنقص، الليمون قبل ما ينقص، بحطون على الارض وهيك بعدين منقص بفوت 100% البكتيريا لجوا ما فينا نغسل بعدين على الاكيد. فهون نصابن مش بس نغسل بالماء، دائما نحط بدنا نحط ملح مع الماء، بدنا نحط الخل، هو اهم شيء، والاهم منهم انه بعدين نفتح الماء وتكون الماء عم تجري عليهم. فهي شغله. شغله كمان كثير بدي انبه العالم عليها وهلا هيك يمكن تستغربيها، الكيس اللي بنجيب فيهم الاكل. طيب جبنا فيهم الاكل او جبنا فيهم الخضره، في اشخاص بيستعملوهم بخلوهم، بنخليهم هول الكيس بستعملهم بمحلات معينه يمكن للزباله يمكن الى اخره، ولكن في ناس بحطوهم على جنب وقتها هن بدهم يضبوا الاكلات بالبراد. اوكي بيرجعوا يعني اوقات واحد شوي بحاول يمكن يوفر شوي استعمال كلينك فيلم الالومنيوم فويل الى اخره، سو بيستعملهم ليحطهم بالبراد. طب ما هول حاملين كل شيء فيه بكتيريا، فهون وبنحطهم على الارض كذا شخص بيمسكهم كمان بالسوبر ماركت كمان يعني على الأكيد. فهون فينا نغسلهم اذا بدنا نستعملهم، نغسلهم ننشفهم وبعدين نضبهم ليكونوا عم يستعملوه، بكونوا هون نضاف للاستعمال. هيك حبيت كمان الفت النظر اليوم على هيدا الموضوع. فاذا قديش مهمه الاشياء يكون فيها نظافه هلا وغسيل وهيك. هلا ثاني شغله بدي احكي عنها هو تقسيم الماكولات. نعم. خصوصا بهالايامات اللي مثلا او بيكنيك بنروح او عم نعمل باربيكيو ببيتنا، بليز بليز دائما الاشياء اللي هي فيها لحمه، اللحمه النيه ما تكون قريبه ابدا بين اللحمه بين الدجاج بين الاسماك، ما بديها تكون قريبه وما قريبه على الخضره اللي نحن بدنا ناكلها او الاكل اللي عم نعمل سلطه كينوا، الاكل اللي بدنا ناكله اللي هو حاطين بقلبه خضره نيه وما رح يكون عم ينطبخ، فهول بدهم يكونوا بعاد عن بعضهم. ناحية تانية كمان كثير كثير مهم وبليز ما تستعملوا نقعة اللحمة، يعني النقعة اللي نقعنا فيها اللحمة بعدين عملنا جريلينج بدنا نكون عم نكبها، هيدي شغلة كثير مهمة. وبعد ما نحن نعمل جريلينج كمان في اوقات بشوف الاشخاص بيستعملوا نفس الصحن اما الصينية اللي كان فيها اللحمة هي ونية، اللحمة هي ونية فيها بكتيريا، هالبكتيريا ما بتموت غير إذا نحن شويناها وطبخناها ودرجة الحرارة بدها تكون 74، لكن الصحن بيتغسل بده ينحط وبدنا نستعمل صحن تاني كمان. طيب بيقولوا لي وهولو بنعرفها هيدي، كمان يمكن ما ينتبهوا بده يستعملوا الملقط ذاته، فالملقط اللي شيلوا فيه الناي بيرجعوا بيشيلوا فيه المشوي كمان، هون الملقط بده يكون ملاقط مختلفة عم نستعملها. هلا نحن وعم نعمل جريلينج بدنا ننتبه لقديش بدنا نقص الشقف. هلا اوقات نحن بنقص الشقف كثير صغيره، هيدي بتعرضها لتحترق ونحن بنعرف وقتها تحترق منا منيحه لجسمنا، معقول تؤدي الى امراض سرطانيه. اذا كانت كثير كبيره معقول ما تستوي، خاصة للدجاج 100% خاصة للدجاج ما بتاكل ني يعني على الاكيد اكثر شيء سالمونيلا، فنحن بدنا نقصه بطريقة مقبولة بشكل انه ما تحترق ولكن بشكل كمان ما يكون قطعة كثير كبيرة. هلا اذا انتم كنتوا اشخاص كثير دقيقين وهو هيك لازم، بس اجمالا العالم شوي بتطنش، لازم يكون معنا ميزان حرارة، والقطع هول الصغير اللي عم بحكي عنه المتوسطة إذا شفنا حرارتهم بدهم يطلعوا تقريبا، عم بعطي حتى ما أعطي كثير أرقام رح أعطي 74 درجة حرارية، فإذا هون بيكون مضبوط استويت أند إتس سيف إنه نكون عم ناكلها. فهيدي كمان شغلة كثير حبيت إنه أنا نبه عليهم بهول الأوقات. فإذا نحن اليوم عرفنا درجات الحرارة بدنا نكون عم نطبخ، بعدين كيف نحن نعمل سيبريشن نزيح الأشياء عن بعضها، دايما بنحكي على
اللي بنقص عليها الكاتينج بورد كمان بدنا نستعمل وحده للخضره ووحده بدنا نستعملها للحمه. واهم شيء كمان الغسيل. هلا اشترينا نحن الغراض واخذينهم من السوبر ماركت على البيت وبعدين اخذينهم من البيت يمكن رايحين فيهم على البيكنيك، طب هول الغراض فيهم الحمات، وهول الحمات حتى لو اخذينهم من الفريزر داب الثلج حتى دائما بدنا نحطهم ثلج حواليهم على طول، والافضل انه نحن ما نحطهم بالصندوق اذا هن ما كانوا كتار نحطهم قدام نحن خصوصا اذا بالسياره في اي سي بيكون هيك عم نضمن انه هن بيطولوا لوقت اكثر. كمان هولي من النصايح اللي نحن على طول لازم نكون عم نستعملهم. هلا بالبيكنيك ما في محل نصوب ايدينا، لازم نطهر ونرش او نحط كفوف ونشيلهم على يعني طول. هولي القصص كمان مزبوط لازم نكون اخذين معنا المواد اللي هي بنقدر نطهر ايدينا فيها. كمان اذا ما في هيك في عندنا كمان التاولز الشقف اللي هن بدهم يكونوا شقف مطهرين، نكون عم نشيلهم ننظف فيهم ونكون عم نكبهم. نحن هون عم ندفع هالاشياء شوي مزبوط عم نكون عم نقسم هالاشياء، بس هيدا الشيء عم يحمينا من انه نسخن ونفوت على المستشفيات. هلا هون بيرجع بحكي انا انه على المطاعم وروحات المطاعم البحر. هلا البحر اكثر من البحر قصه ثانيه، لها علاقه بالاكل ولها علاقه بقضيه شرب المي، رح احكي اكيد هولي بدهم حلقه ثانيه بحكي عنها باسبوع الجاي. فاذا هون بالمطعم بدنا ننتبه الاشخاص اللي انا قلت عنهم، المراه الحامل واللي عنده جهاز مناعه قليل الى اخره، بليز ما بدي تاكلوا الاشياء النيه بالمطعم لانه بنخاف قد ما كانت بنخاف من الغسيل. ما بدي تاكلوا الاشياء اللي معقول يكون فيها بيض ني، هيدي كمان كثير مهمه. وثالث شغله بدنا كثير كثير ننتبه انه يكون اللحومات مستويه على الاخير، ونسال حتى بالمطعم اذا هن عندهم هالثرموميتر ميزان الحراره وعم يقيسوا قديش درجه الحراره اللي انطبخوا فيها. ثانك يو رندا على المعلومات حبيب لاستي. مشاهدينا وقفه وانا برجع بشوفكم على 11 مع شيف توني بانوبي واتس كوكينج.